موجز اخباري جديد ياتيكم باخر التطورات المحليه والدوليه من موقع صدى البلد. اهلا بكم. افتتح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت مجموعه مشروعات اسكان بديل للمناطق الغير امنه في منطقه السادس من اكتوبر. واشار الرئيس عبد الفتاح السيسي انه سلك الطريق الدائري خلال وصوله الى الافتتاحيه، لافتا الى ان حجم المباني الموجوده ضخم للغايه وجميعها غير مخطط وغير صحي للمواطنين. وعقب سيادته على ذلك خلال كلمته بفعاليات افتتاح مشروع الإسكان بالسادس من أكتوبر، وذلك عن حجم المباني الغير مخططة قائلا: يجب أن نتوقف أمام هذه النقطة ويجب أن نتكاتف جميعا لمعالجة هذا الأمر معا. وإلى الشأن الرياضي، حيث تقام اليوم السبت العديد من المباريات القوية في بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، حيث تشارك 4 فرق مصرية بمواجهات اليوم. وتشارك أندية الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمصري وبيراميدز في بطولة الكونفدرالية الإفريقية، حيث يحل نادي الزمالك ضيفا ثقيلا على فريق توسكار الكيني اليوم في تمام الساعة 2 ظهرا على ملعب نيابو ناشونال، وذلك ضمن منافسات دوري 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. كما يلعب النادي الأهلي مباراة دوري 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق جندارميري ناشونال في تمام الساعة 5:30. كما تقام مباراة المصري البورسعيد اليوم أمام ريفينو الأوغندي في تمام الساعة 3 عصرا، وذلك ضمن منافسات دوري 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وتقام أيضا مباراة بيراميدز أمام فريق عزام يونايتد التنزانية اليوم، وذلك في تمام الساعة 2 ظهرا ضمن منافسات دوري 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية. تمكنت وحدات من مغاوير البحر بالقوات الخاصة بالجيش اللبناني ومن القوات البحرية من انتشال طائرة التدريب المدنية المنكوبة، والتي سقطت بالبحر يوم الأربعاء الماضي بعد إقلاعها وعلى متنها شخصين من مطار رفيق الحريري بالعاصمة بيروت. وأكد الجيش اللبناني أن وحدات المغاوير والقوات البحرية عملت على انتشال الطائرة بعد العثور عليها صباح أمس، وانتشال جثتي راكبيها عقب قرابة يومين من البحث وجهود الإنقاذ. أحالت نيابة الأموال العامة العليا قارئ عدادات ثاني بشركة شمال القاهرة للجنايات، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على 9 ملايين جنيه مصري. جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفا عاما ومن مأمور التحصيل وقارئ عداد ثاني بإدارة إيرادات السلام والنهضة والتابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه اختلس أوراقا وأموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ومبلغ مالي مقدره 9 ملايين جنيه مصري. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من طقس غدا الأحد سوف يكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وذلك بمعدل يتراوح ما بين 3 درجات على الوجه البحري والقاهرة و6 درجات على محافظة الصعيد. وصرحت هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس غدا يكون مائل للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. ويكون الطقس غدا ليلا لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يصاحب ذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء أيضا. أما عن فرص سقوط الأمطار، فإن الطقس غدا يشهد فرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشمالية الغربية وعلى فترات متقطعة على مدار اليوم. إلى هنا انتهى الموجز الإخباري. للمزيد من التفاصيل زوروا موقع صدى البلد. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.